بين مجموعة الدول السبعة الجسات، خلينا نحصر الموضوع في مجموعة من النقاط ومن بعد سنأتي عليها نقطة نقطة. نظام دستوري، تأكيد على العودة لنظام دستوري، برلمان بدون تعريف الألف واللام، برلمان، هل نحن أمام معناها التشجيع على استحقاق انتخابي جديد وإلغاء البرلمان الحالي؟ كذلك رئيس حكومة، الحث على التسريع بتعيين رئيس حكومة جديد، نظام رئاسي يكون للبرلمان دور كبير فيه، والعلاقات تكون قائمة ونشد من أزركم، بما معناه ما دمتم محافظين على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والفصل بين السلطات، يعني روح الديمقراطية. نبدأ بالحديث معك سيد أحمد دونيس، هذا البيان كيف استقبلته أنت كوزير خارجية أسبق؟ ما نجمش أقول كان منتظر، ما نتصورش كان منتظر، لكن منطقي ويمتاز بثلاثة ركائز. أولا المضمون متاعه والمبدأ في إصدار بيان باسم السبعة ما نجمش يكون بمبادرة فقط وبقرار فقط السفراء. أكيد العواصم معناها أعطت الضوء الأخضر فيها فيما يخص مضمونها وصياغتها وأبعادها. العواصم تاع الدول السبعة معني. ثانيا لأول مرة البيان جماعي ماهوش ثنائي. ثالثا الغايات المحصورة فيه معروفة قديمة، شنو الجديد اللي أملى وأن تقع مبادرة جماعية؟ لأن المبادرة نفس الغايات قالوها ثنائيا، الأمريكان والفرنسيس والطليان والعديد معناها قالوها. الجديد هو كونه تأخرت تونس في اتخاذ تلك القرارات متاع تعيين حكومة ومتاع ظهور مؤسسة برلمانية معناها تعدل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، مش ممكن تقعد السلطة التنفيذية بانفرادها. ثم إشراك جميع الأطراف، يعني تجنب الإقصاء. وأخيرا العودة إلى الشعب، أكيد العودة إلى الشعب، لأن الحديث عن العودة إلى الشعب يعني في تحديد الأفق، يعني توضيح المسلك، خارطة أيوة. الطريق يعني أيوة. رغم لأن الرئيس السعيد لا يحبذ هذه العبارة، ما هي ما وراء الأفق، وضحنا المسيرة. هذم الثلاثة غايات الهامة فيما يخص المضمون. واضح. خلينا نهتم بالشكل. سي محمد الحصائري، نقابة السلك الدبلوماسي تقول وتصرح بيان مجموعة السبع خالف الأعراف الدبلوماسية، حتى لو تضمن مساندة ومقترحات أفكار لمساندة تونس في تركيز مسارها الديمقراطي أو توطيد هذا الانتقال الديمقراطي. الأسلوب هذايا هل يتماشى فعلا مع الأعراف الدبلوماسية؟ لا، هو شكل جديد، يعني لا شك في ذلك. بيان النقابة أعتقد أنه ركز على مشكلة تسمية رئيس الدولة والاقتصار على الرئيس قيس سعيد، وليس فخامة أو سيادة إلى آخره، كما رغم أنها صادرة على صفحة الرئيس السفير البريطاني، ونعرف أن بريطانيا كم تهتم بهذه التفاصيل زيد. لا، على كل حال البيان الذي أصدرته النقابة يركز على هذه النقطة، في حين أن الجانب الشكلي في الحقيقة لأول مرة يخرج سفراء سبع دول، السبع الصناعية الكبرى. خلينا نذكرهم أنهم هما الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، كندا، إيطاليا، اليابان وبريطانيا، وهما تقريبا في المقدمة بريطانيا، لأن هي الآن رئيسة القمة الأخيرة اجتمعت في بريطانيا كما نعلم يعني. وهي دول تنسق مع بعضها للمحافظة على مصالحها ونفوذها يعني وامتدادها، لا شك في ذلك. توازن العالمي زاد شيء جديد، وفي ليس في ذهني أو في علمي. لا تدين أنت كدبلوماسي سابق هذا الشكل، ما تعتبرش أنه تدخل في الشأن التونسي؟
لا هو على كل حال شكل جديد، وما يسترعي الانتباه هو أن هؤلاء السفراء السبعة يعني خرجوا لأول مرة في علمي، في على حد علمي، حتى في ياخذوها من باب الغيرة على هذا المسار الديمقراطي وتوطيد هذا الانتقال. لا هو يجب أن ننظر إلى السياق الذي جاء في هذا البيان. أسباب النزول أعطيني. أسباب النزول بالفعل جاء بعد يومين من زيارة الوفد الكونغرس الأمريكي، وهذا مرتبط ببعض. أنا لا أتصور أن البيان أعد بين عشية وضحاها، أعتقد أنه طبخ بشكل دقيق، لأنه فعلا مكتوب بدقة وكل كلمة في مكانها إلى آخره، وبالتالي السياق مهم جدا. ثم إذا جئنا إلى المحتوى نلاحظ بالطبع أنه كما قلت محتوى دقيق، وأكثر من هذا ما يهمني أنا هو ليس ما قيل في البيان، وإنما ما لم يقل بالضبط بين السطور. لا بين السطور ما وراء السطور، التقارير الخلفية. أي هذا التقارير، لأن السؤال الذي يجب أن يطرح، بارك الله فيكم أعطيتمونا رأيكم واقتراحاتكم إلى آخره، إذا لم نطبق ماذا ستفعلون؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نسأله. أي. وهذا الذي لم يقله البيان الذي أصدره السفراء السبعة. سيد أحمد، أدرى أنه من باب من أنذر فقد أعذر؟ شوف المجموعة السبعة، وأنت راضي على هالشكل هذا؟ أنا راضي عليه. أنا راضي عليه، وأنا لما كنت رئيس بعثة قمت بمبادرات في بيانات في الحلقة العربية كسفراء عرب، وفي مرات أخرى كسفراء أفارقة، يعني أعضاء إما الجامعة العربية أو منظمة الوحدة الإفريقية في ذلك العهد، وأصدرنا بيانات، وكنت قدمتهم أنا بيدي بمعية زميلي سفير الأردن إذاك إلى رئيس الحكومة اللي كان قائم معنا فيما يخص البيان العربي، بحيث المجموعة مجموعة السفراء ممكن تنقل بيان أو موقف لدى وزير الخارجية، أحيانا لدى رئيس الحكومة، عادة لدى وزير الخارجية، لكن احنا ما عندناش حكومة توفى البعض، بحيث أنا شخصيا لا أنزعج من قضية الشكل. ثانيا لو نعود إلى سنة 2021 يوم 26 فبراير، رئيس الحكومة هشام مشيشي دعا سفراء مجموعة السبعة يوم الجمعة 26 فبراير، وتحدث معهم طويلا، وقدم لهم برنامج الحكومة التحويرات الهيكلية معناها للحكومة التونسية، وحثهم على تشجيع الاستثمارات، وأجابوه وخرج بيان بعد اجتماع يوم 26 فبراير من رئاسة الحكومة في القصبة، والبيان يقول ما قلته ما سبقته على لسان هشام مشيشي اللي كان بصحبة علي الكعلي وزير المالية والتنمية، ويقول استمعنا إلى توصيات السفراء لي ريكومونداسيون ديز امباسادور، هذايا في بيان حكومي تونسي بعنوان يوم 27 فبراير بالرجوع إلى اجتماع يوم. ولذا أنا شخصيا فيما يخص المضمون هذا معروف توا من الأسبوع الأول من 26 جويلية، احنا نعرف المضمون، أما الجديد هذا اللي سبقته قبيل. أنا باش نحكيه أكثر في الجديد، احنا نشوفه مع بعضنا التقرير زميلنا نزار الزغدودي حول بيان مجموعة الدول السبع، ثم ناخذ خينا رأي الخبراء، ناخذ رأي الصحفيين بعد هذا التقرير، تفضلوا. عبثي بها وفق
نعود إلى البلاتو. كان هذا تقرير حول البيان. فاطمة كراي، كيف تقبلتي هذا البيان؟ منتظر بالنسبة لك؟ اولا ساعه خلينا نسبوا الامور باش ما نبداوش. معناتها سمعت برشا كلام من اللي خرج البيان، وخاصه واللي نقعد بيتا فيه، انه الناس اللي هبطوا الحيط نتاع تونس معناتها في السياده الوطنيه هما اللي يتبكاوا توا ويحبوا الرئيس يتكلم واحد. دونك الهدايا بن عروس. اولا ساعه في العلاقات الدوليه هناك متغيرات جذريه، يجب ان نقول هذا. السيادات، سياده الدول ممسوسه من حيث الاتفاقيات والتجمعات وغير انتطار. وعلى ذكر السيادة بشخص عليك، لأنه الرئيس لم يرد يعني في بيان مباشر، لكنه عندما ذهب يعني الاحتفاء مع سلك الحرس الوطني بالعيد الوطني ركز وأكد أنه تونس بلد ذو سيادة. هو رئيس الجمهورية من دوره أنه هو يركز ويقول للشعب وللمخيال الشعبي أنه احنا دولة مستقلة ذات سيادة. ولكن خلينا نرجع شوية للتاريخ، وأنا قدامي أساتذة معناها شوفروني في العمل الدبلوماسي. أنا أكيد البيان، أنا واحدة من الناس ما صدمنيش، على خاطر أنا مطلعة كصحفية على الشانسيرغي هذوما السفراء السفارات، بالنسبة لهم عندهم مدة وهما يقولوا احنا في تونس ما عندناش انترلوكيتور، ما عندناش شكون متحدث رسمي. شكون مقابلنا، ما نعرفوش السياسة راه مش بدات 25 من قبل، وهما يقولوا عندهم لو سوسي. ثم هذو ناس مالكين العالم، هذوما مجموعة معناها اقتصادية وصناعية كبرى، معناها مجموعة مش سهلة. ونحبوا نذكروا اللي مجموعة السبعة اللي تعملت وسودي معناها بالاتفاق سنة 76 راهي في الآخر التسعينات لما انهار الاتحاد السوفيتي قبلها، ولات روسيا هي اللي ورثت الفيدرالية الروسية، ورثت معناتها الاتحاد السوفيتي. وأستاذي سيد أحمد ونيس معناها كان سفير في موسكو، معناتها روسيا انضمت إلى مجموعة السبعة ولات مجموعة الثمانية، قعدت مدة معينة كيف ما توافقتش السياسات، وخاصة أنهم هما حبوا يجعلوا من روسيا الفيدرالية وكأنه بلغاريا ولا كأنه وحلف الأطلسي وإلى آخره. الاختلافات هذه فكوا الرباط وقعدوا مجموعة السبعة اللي نعرفوهم الكل. المشكل أنه احنا في تونس ما يقولوش الكلام هذا، وإحنا كتبناه، لكن كتابة صحفية ديما صحافي كي يبدأ أقلي معناها ما يتلفتوش برشا، خاصة اللي ما عندهمش مصالح تهنا في التفاصيل. الأستاذ الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية هو الذي أقام ما يسمى بنوع من العقد أو البروتوكول مع مجموعة السبعة، من أنه وكأنه مش ما نقولش تتبنى أنا، وكأنه تتعامل مع تونس، يحبها تتعامل مع تونس الديمقراطية الناجحة إلى آخره، أنه تكون تونس معناها تنجم تقول معناها الشريك المدلل ولا غيره. الشريك نجم نعتبره أنه تونس شريك متقدم أو متميز، ما حاجة مكتوبة، ولكن شريك متقدم ولا متميز. أنه السفراء يجتمعوا ويقولوا الكلام هذا، هما قالوا كلام الشعب التونسي. اولا ساعه عبرونا اللي البرلمان هذا يوم 25 غير مأسوف عليه، احنا نحبوا برلمان وعوده الى الحياه الدستوريه بالذي يقتضيه ويحبوا الشعب التونسي. لكن من حقهم هما انهم يقولوا، لانه شركائنا ويسلفوا فينا ويتعاملوا معنا الى اخره، من حقهم انهم يقولوا. ما لازمناش ننسوا المعطى هذا. فما حاجه اخرى، علاش اليوم تقام الدنيا ولا تقعد على البيان هذا، بينما رئيس المفوضية الأوروبية في تونس وقت اللي تكلم على 230 عائلة، تكلم على الاقتصاد الريعي، تكلم على السيادة في تونس، مس عمق السيادة وقتها، لأنه الحاكمين ما همش اللي قاموا ب 25 جويلية. إذن احنا عنا برشة تشربيك في تونس، سياسة المكيالين يعني تقول. ولكن نحب نقول اللي راهو، نحب نذكركم زادا اللي راهو، منذ شهر ونصف السفيرة، السيدة السفيرة لفرنسا الموجودة في بيروت تجالست مع الحكومة اللبنانية، حطتهم قدامها لابسة شميز بروتوكولارمون كأني ماشي المرشي، سامحوني خاطر أنا نفهم شوية في البروتوكول، وأساتذتي قدامي هما اللي يفهموا أكثر، لابسة شميز كأني خارجة نهار حد بتقضي في المرشي، وقدامها الحكومة
تؤشر بالبنان أنه أنتم مسؤولين وأنتم دمرتوا الشعب. هذا كان حتى في زيارة ماكرون تدخل وبأكثر مباشرتية. خلي عاد ماكرون اللي جاي من حبوش نقارنوا أنفسنا ممكن لا لا ما هو لأنه زاد السيد منصف المرزوقي. أنا نعرف شو نقول. السيد منصف المرزوقي اللي هو حكم تونس واللي هو يعرف روحه شنو صار لتونس في السيادة وقتها وإدخال تونس في المحاور وغيره وغيره، زاد هو عنده مسؤولية أخلاقية وقت اللي يجي اليوم ويقول نحن نحو الكارثة وسيادتنا أنا هي السيادة اللي حافظت عليها أنت باش غيرك يحافظ عليها. فبالتالي ما نعملوش طريقة غوغائية. نعم شكلا غير مستحب غير مستساغ أنهم يجيوا يتجالسوا، أيضا شكلا غير مستساغ أن السفراء في تونس الغربيين خاصة والفرنساوي اللي كان خاصة بوفر دارفور يذكروا بالخير، على كل حال أنا كيف نعرض نسلم عليه وغيره، ولكن البروتوكول وحماية الأمنية معناتها كلها ضربوا بها عرض الحائط، واحد تلقاه في راس جبل ولا تلقاه يدور في ياكل في الهندي والآخر كذا، معناها فهمت سفراءنا احنا ما نتصورش انه يعملوا حاجة كيف ماذية كأنه يعملوها بفوقية، وهذا بالحق يدخل في السيادة. كذلك اللمات اللي في دور السفراء، انا كصحفية نمشي لأنه فما ندوة صحفية، احنا صحفيين قداش من مرة ينديونا نمشي مش باش ناكلوا ولا نشربوا في إطار معين، ولكن احنا باش نسألوا باش نجيبوا المعلومة وغيره. بالفعل اما المجتمع المدني اللي بمناسبة وغير مناسبة معناتها ايجا نحكيه على اللي صاير فيكم، هذي راهو عهد ولا اليوم عندك برلمان منتخب، عندك الشارع، عندك منتديات، عندك الاعلام. خلوا مروا لاني قد باش بعدوش هو اللي قاعدة تقول فيه موضوع في لب السيادة فاطمة كراي. طارق عمارة، كيفاش البرلمان خاصة، خلينا نبدأ بنقطة البرلمان، يذكر أنه يجب المرور لبرلمان منتخب مش البرلمان المنتخب مش معرف. إذن هل نحن معنا يتم البيان يحثنا نحو استحقاق انتخابي جديد بالإنجليزية طارق أنجلوفون ما فماش كلمة حث في النص الإنجليزي. ليس هناك حث، لا أنا نقول معناها لأنه البيان يحث على مجموعة من الوحدات. لا قالوها على خطأ في المرور للحكومة زادة كيف مش رئيس مش شيف دو غوفرنمون ولا رئيس. بالنسبة لي فما استنتاجات رئيسية من هذا البيان. أول شيء كما قال السيد وزير هو متوقع، اليوم هذه بلدان شريكة، بلدان تساعد فيك اقتصاديا، عندك معها علاقات. تونس ماهيش جزيرة وحدها منعزلة، دونك سي توت افي نورمال انك تشوف بيان. البيان دبلوماسيا نعتقد انه مقبول. يبقى الاستنتاج الاول، اول بيان جماعي منذ الاجراءات الاستثنائية، ماذا يعني ذلك؟ انا حسب رأي هذا يعني بوضوح ان هناك الانتظارات تتزايد، هناك انتظار لبرنامج، هناك انتظار لخطة الرئيس قيس سعيد في المرحلة المقبلة. الناس كل هذو شركاء الأفق، الأفق السياسي الناس، هذا على مستوى الشكل. على مستوى المضمون فما إشارة واضحة، فما ضوء أخضر، هما ما عندهمش الحق ضوء أخضر، لكن فما إشارات واضحة أنه المرحلة هذه مقتنعين. معناتها الحديث عن خروقات دستورية هذا موضوع أفير كلاسي بالنسبة للدول الأوروبية ومجموعة السبعة، هذا موضوع كلاسي أفير كلاسي. دونك اليوم يحبوا المرحلة المقبلة، يحكيوا على برلمان منتخب يلعب دور بارز. استوفي نورمال، هذا إشارة مشو المرحلة المقبلة اللي فيها انتخابات دونك هما بلغة أخرى يطالبون بالتسريع في إجراء الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها السيد رئيس قيس السعيد. ضمنيا هناك موافقة على هذه التدابير الاستثنائية ما أدانوهاش والحث على الإسراع في الظرف، معناها وفما ملاحظة أخرى إنصاف الإصلاحات الدستورية والسياسية. بالفعل اليوم كي نقولوا إصلاحات دستورية وسياسية، مجموعة السبعة تقر بعد ما كانت تحكي كان على الفشل الاقتصادي، انه التجربة الديمقراطية عاشت نجاح وهي الأبرز، اليوم يحكي يقر بفشل سياسي ودستوري. معناتها الحديث عن إصلاح الدستور اللي يحكي عليه رئيس الجمهورية، ربما اللي لمح له رئيس الجمهورية، هذا مقبول اليوم، لكن الصيغة في صيغة تشاركية. دونك يعاود يقول نفس الكلام اللي طلب به اتحاد الشغل. بالفعل نفس بيان اتحاد الشغل بالضبط، معناتها نفس المطالب، مكونات المجتمع، معناتها
معناتها الحقيقه ما يلزمش نضخموا، ما يلزمش نضخموا في عادي جدا ان دول هذا المطلب معناها هذا البيان يستبطن الكثير من الاراء والمواقف التوانسه، وخاصه حتى المواقف التي اصدع بها الرئيس قيس سعيد في الحديث نتاعو مع سواء مع المنظمات الوطنيه كيستقبله ولا كذلك مع العديد من البلدان الاجنبيه. انا باعتقادي اذا تسمح فما مضاربه كما في الاقتصاد، فما مضاربه، فما مضاربه في الخطاب السياسي باش سعيد ما ربما ما ياخذش بإيجابية كيف ما قال طارق. أنا موافقة طارق، فعلا هما إشارات غربية من مجموعة السبعة أنه لا حزن ولا التفاتة إلى 25 إلى الوراء، إلى ما قبل 25 جويلية. نعم. مجموعة الجيسات، مجموعة الدول السبعة تؤمن بأن الإصلاحات السياسية ضرورية وتشمل أساسا الدستور والنظام الانتخابي. أحمد ونيس، هل أنت كوزير خارجية أسبق ترى أنه هذه الإصلاحات السياسية يجب أن معناها تكون قريبا، يعني نمر إليها في أي فترة التوقيت، يعني هذا الأفق السياسي المسلك كيف ما نقولوها، أي منهج سنسير عليه؟ احنا ثورة 2011 أقرت الخيار الديمقراطي، بحيث نحن في خيار دولة القانون والمبادئ الديمقراطية. هذا ما فهم حتى هذا حد منش يحكي فيه، لكن هل سنغير النظام؟ معناها البيان يحث على الإبقاء على النظام، حتى كانت فما تغيير نظام انتخابي ولا نظام سياسي، يجب أن يكون نظام رئاسي، يعني نبعد عن نظام الرئاسوي أكيد اللي هو ظرفي الآن، حيث أنه رئيس الجمهورية يجمع بالسلطات الثلاث، وترى أنه نحن سنمر إلى نظام رئاسي ويكون للبرلمان دور كبير فيه. هذا متصل ببرنامج رئيس الجمهورية اللي اليوم عنده صلاحيات عالية جدا نظرا للاستثناء، حالة الاستثناء اللي هو قررها يوم 25 جويلية، والحالة الدستورية اللي عايشين فيها في تونس اليوم ما فماش طعن من حيث دستوريتها، ما فماش طعن، أما المطلوب معناها بإلحاح من الداخل واليوم من الخارج ولا معناها يركز عليه وهي مطالب داخلية تونسية، هو الإسراع فيها، معناها القرار في خيار المنظومة المقبلة القريبة فهمت، ليس للطرف الأجنبي وليس الآن لخيارنا نحن كمجتمع مدني ولا كجمهور تونسي ولا كناخبين، هو اليوم خيار رئيس الجمهورية يجب يطرح علينا شنو تقييم وشنو مقترحه للنظام المستقبلي. وهذا السبعة ما تدخلوش فيه، ما حبوش يذكروا بخيار محدد، ذكروا بالمبادئ، يعني يجب أن نبقى في المبادئ الديمقراطية واحترام روح الدستور وخيار دولة القانون والمؤسسات. في ضمن دولة القانون نختار النظام اللي احنا نروه صالح. هل عندنا حق في القول هذايا؟ اليوم رئيس الجمهورية ما اعطناش الحق، هو متولي على جميع السلطات، وبقدر ما يطول في الزمن انه ما وضحش الأفق، بقدر ما المصداقية متاعه والشرعية متاع هالقرار والموقع الدستوري اللي هو اختاره بعد 25 جويلية قاعد يتآكل، قاعد يتهرى، بحيث المصلحة العامة ومصلحة رئيس الجمهورية أنه يسرع بتوضيح معنى خياراته في المرحلة المقبلة وله المبادرة في ذلك. واضح. سي محمد الحصائري، حضرتك سفير سابق، البيان يشدد على إرساء نظام حوكمة جديد، نزاهة، فعالية وشفافية، وخاصة احنا في التقرير السابق اللي قبل ما ندخل البلاتو هذا متاعنا رينا أن تونس ولات في للأسف في مراتب متقدمة من الفساد وغياب الحوكمة. هم هذا يعرفوا، هو اعتقد ان هذا هو وهو سبب ال 25 جويلية بالنهاية. لا، ليس فقط سبب ال 25 جويلية، وربما سبب التأخر.
في يعني صدور المشروع الرئاسي الجديد. أنا في تصوري أنه حجم الخراب الذي حصل في تونس خلال العشرية الأخيرة هو الذي ربما جعل عملية بلورة المشروع الجديد عملية صعبة وتتطلب الكثير من الوقت. يعني الآن مرت تقريبا 40 يوما على ست أسابيع و لا شك أنه نحن بحاجة إلى يعني صدور هذا المشروع الرئاسي في أقرب وقت ممكن حتى يتضح الأفق بالنسبة إلينا في الداخل كمواطنين تونسيين وبالنسبة إلى المجتمع الدولي بصفة عامة بما في ذلك بالطبع مجموعة السبع. تفضل. ثم ملاحظة صغيرة على مستوى الشكل. أي. إنه زيارات الأخيرة على الدبلوماسية. أي. خلت من لغة الانتصار لشق على شق آخر. قبل في فترة من الفترات مش العشر سنوات الكل لكن فما فترات البعثات الدبلوماسية استباحت القرار وعطت توصيات وأحيانا طلبت. اليوم نشوفوا حتى الوفد الكونغرس الأمريكي كان واضح وسمع قال مانيش مع حتى طرف. هذا في حد ذاته مهم جدا بالنسبه للدبلوماسية انه الدول الكبرى مكسب واحد. ما عنديش لغه مكسب لكن انه الدبلوماسيين في خانه السياده انه الدول الكبرى. لا 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 اجي نقول لك الدول الكبرى كلمتهم يقولوها يحشموش. أي. كان جاوا يحبوا يوصفوا الامر بانقلاب راهم وصفوه مش حاشمين هما دونك من الاول كانوا واضحين لكن انهم يتفاداو يكونوا حذرين في كلامهم. مهم جدا الدول الكبرى ماهيش اي دول راهي هذه انصاف. أي. هذه الدول هذه رد بالك اش نتعاملوا معها. تونس اذا كانت تستحق قرض من السوق الدوليه تستحق ضمان قرض من الولايات المتحده الامريكيه. يعني اليوم مربوطين الامور الاقتصاديه على انهم يدعموا تونس بالضبط بالفعل من اول البيان. وإذا كان احنا يتحقق هذا الدعم ما نتعداوش لنادي باريس. والملاحظة الشكلية الأخرى رد الرئيس مارتين يوم استقبال وفد الكونغرس. نعم. قال تونس دولة ذات سيادة. عاود قولها البارح مباشرة بعد بيان. مع أنه البيان غير مقلق مثل ما قال السيد الوزير لكن أشار لها بوضوح. كرر الرئيس قيس سعيد. لا مهم. لكن التسريع فقط هو الإشارات هذه تحط الناس كل عند حدها. راهو بالنسبة للدبلوماسيين يلتقطوها الإشارات هذه إنصاف بشكل واضح. هو النقطة اللي حبيت أنا أركز عليها طارق لأنه هذا الحث على الذهاب إلى نظام برلماني. مش حث على نظام برلماني. برلمان منتخب. إلى البرلمان. عودة برلمان. كذلك التفكير يعني برجوع إلى الشعب. هل فيها رسالة إلى معنى استفتاء والنظام الرئيسي؟ ما هي قراءات؟ أنا حاولت نجمع العديد من الأفكار اللي شفتها في العديد من خاصة من الكتابات الصحفية والمسؤولين والتدوينات. قاعدة نجمع لكم في الأفكار ولكم سديد النظر. إنصاف علق طارق بعد أن تكلم السيدة. إنصاف أعتقد على مستوى الشكل من الوضوح والأمر واضح جدا أن الدول هذه تركت الأمر وما عندهاش الحق باش تدخل وهذا أمر موكول للشعب التونسي وهذا باش قرروه التونسيون فيما بينهم. هم أشاروا التقطوا إشارات الرئيس أنه هناك حديث عن سيادة للشعب وكلام عن الاستفتاء والدبلوماسيين والسفراء اليوم يعرفوا أنه هناك استعداد ربما لتغيير النظام باتجاه نظام رئاسي نظام برلماني. هذا ما يقرره الشعب. إذا نجم الشعب يقول نعم نجم يقول ليه الشعب. دونك هما اليوم التقطوا بعض الإشارات ومشوا في الاتجاه هذا. أنا حبيت ملاحظة صغيرة إنصاف. اليوم إذا تونس تحسن استغلال الإجراءات الاستثنائية لأنه الناس الكل في تونس وخارجها وحتى من المعارضين للرئيس في مرحلة أولى أقروا إنها كانت رجة ضرورية. دونك اليوم شنو لازم يصير؟ تونس يمكن أن تستغل هذا الزخم من 2011 فماش الزخم هذا. اليوم عاودت تونس رجعت على الأحداث في الساحة الدولية على أين في الأكتيوليتي انترناسيونال. اليوم العنوان الرئيسي في أغلب وسائل الإعلام المحلية والعالمية تجد تونس. صحيح طولت الفترة تراجع الخبر مع اللي حصل في أفغانستان لكن اهتمام كبير وكبير جدا. تونس يمكن أن تحول هذه الإجراءات إلى فرصة حقيقية لدفع الاقتصاد العليل لتحسين الأوضاع الاجتماعية
ولهدنة اجتماعية وسياسية وفت انطلاقة جديدة. واضح. فاطمة، يبدو لي كان لك تصريحات في نفس تصب في نفس سياق الكلام اللي قاله سيد أحمد واللي قاله توا طارق، أنه الفترة طالت نوعا ما. هي الفترة طالت، ولكن أنا نحب نقول أنا كصحفية وباحثة أيضا نبحث على الخبر وما وراء الخبر. الحقيقة اللي نعرفه أنا أنه واليوم احنا نمشيو دولة تونسية، ما نقولش رئيس الجمهورية فقط، على خاطر أنا أعتقد أنه هو يلزم يتشاور مع المجموعة الوطنية، يلزم يسمع الآخرين بما فيهم الناس اللي ضده، ولكن الغربال رزن، الغربال رزن. نعطيك مثال، الوفد الكونغرس الأمريكي لما جاء تقريبا عنده هكا شوية حذر ولا سوسي، على أساس أنه غموض في سياسة رئيس الجمهورية الآخرية، ولكن العشرة دقائق يبدو أنا أحطها في قد لأنه باش ما ندخلش تحت طائلة القانون، ولكن هي في الحقيقة معلومات، قد يكون رئيس الجمهورية بسط ملفات ثقيلة يعرفها الغرب وتعرفها الولايات المتحدة الأمريكية، ومثل ما خاطب أيضا نائب رئيس البنك الدولي لما جاء سي بلحاج وقابله، يبدو لي سي فريد بلحاج، يبدو لي أنه رئيس الجمهورية قد يكون بسط هذا الأمر أمام، خليك ما الصورة ذيك متاع أنا قريت وما كذا، ذيك حاجة أخرى، ذيك سي لافاساد، لكن أنا نحكي على العمق اللي خلى ميرفي التدوينة الأولانية يقول يعبر على سوسي معناها على تونس، وبعد قال نحن لسنا طرف مع طرف ضد آخر، يعني احنا تونس توا نمشيو على الجزائر. شنو الخوف انصاف؟ شنو الخوف انصاف؟ احنا توا نخافوا قبل ما يخافوا علينا الاجانب، راهو كما قال لك طارق هما شركاء ويحبوا يعرفوا وين يحطوا فلوسهم، وزاد تونس راهم ما يحبوهاش تطيح، نقول لك لانه يعني عندهم ليبيا من غادي خباله، وعندهم من هكا معناتها الفرنسيس باش يخرجوا من مالي، وينتظروا سيناريو كما افغانستان، وتعرف انت الارهاب كيفاش معاصر، والاقتصاد والصحه والى اخره. احنا عندنا حذر ويلزم نخافوا. نخافوا من شنو؟ مش من التطويل، نخافوا من الانتكاسة، لأنه الطرف المقابل أو الأطراف المقابلة اللي أنت تحاربها ب 25 جويلية وبالقرارات اللي أنت ما سرعتهمش، هما أخطبوط، هما قاعدين يخدموا. اليوم نعطيك مثال ونسأل أساتذتي ونسأل طارق زاد ونسأل الناس كلها، نحط سؤال. اليوم أحد أعضاء الـ البرلمان المجمد نشاطه، يعني هذا قرار، اليوم أحد الأعضاء وجد بالصدفة في الخارج، ولكنه سمح لنفسه أنه يمشي يتكلم في فيينا في مؤتمر عالمي ويتكلم باسم رئيس المجلس وبلغ تحياته وكل، وكأني بها برلمان المنفى، هذا راهو خطير. أنا مش معناه راهو نقلب عليه، أما هذا يا ترى القرار متاع رئيس الجمهورية اليوم اللي استوعبوا الناس الكل وصفق له الشعب وكذلك الغرب، اليوم يا ترى نسمحوا لأنفسنا أحنا أنه نعملوا حكومة المنفى وبرلمان المنفى؟ هذا يظهر لي خطير جدا ويجب معالجته، وأنا نسألكم إلى أي حد هذا معناها ينجم يقع؟ تبعت هذا الحادثة يعني كيف تراه؟ أنا مراش إحراج في كونه برلماني تونسي منتخب عنده شرعية انتخابية، لكن برلمانه مجمد، البرلمان مجمد هذا موافقك، لكن هو ما يسقطش الشرعية متاعه من أنه منتخب، لو كان فما تتبعات ضده يتعدى قدم المحاكم، لكن إذا كان هو بريء من أي تهم هو يبقى منتخب من طرف الشعب، ما هو مجلس في البرلمان، هو مثل معناها رمز للبرلمان التونسي في ندوة برلمانية عالمية. لا سمح لي، خلينا نعملوا على طريق توازي الصياغ والأشكال، باراليزم دي فورم، معناها أنت توا حكومة تتحل، وزير موجود في الخارج ينجم يمشي يكمل الاجتماعات باسم الحكومة. لا لا، الحكومة تحلت ما فهمش مشكل، أما البرلمان تحل مش معناها النواب المنتخبين ما عادش منتخبين من الشعب، عندهم شرعية الانتخاب، هذا ما فهمش حتى شكل. هي قوة رئيس الجمهورية أنه منتخب من الشعب بالفعل طبعا، يعني الانتخاب يبقى انتخاب شرعي. وجهة نظر أكيد ستثير الكثير من آراء أساتذة الدستور، القانون الدستوري عفوا.
المهم ليس المشاركة ولكن ماذا قال الرجل؟ ماذا قال؟ احنا نقوله ايه؟ يعني قال كلاما يعني وألبا ما أنزل الله به من سلطان. أنا لا أدري كيف يمكن أن نفس النائب أيد قرارات رئيس الجمهورية في اليوم الثاني رهوة مش من البداية ونحط الأمور في نصابها. نفس النائب أيد قرارات الكل، قال هذيك هذه قرارات كانت لازمة. كل شيء متوقع منه الشخص هذا لأنه خلينا نمر إلى نقطة ما أهم لأنه يظهر لي الفكرة وصلت للمتلقي. نحب نتحدث على نقطة تعيين رئيس الحكومة يعني تسريع تعيين رئيس الحكومة، وهذا بالنسخة العربية يقولوا رئيس حكومة شيف دو غوفرنمون، وفي النسخة النص الفرنسي يقولوا الوزير الأول لو برومي مينيستر اللي هو الوزير الأول، وتختلف الصلاحيات نعرفه ما بين رئيس الحكومة وما بين الوزير الأول. سيد أحمد الطريقة الإنجليزية توا المشيشي في البيان نتاعه الرسمي يقول لو شيف دو غوفرنمون، احنا نسميه وزير اول. أي. رئيس الحكومه ما فم يظهر لي ما فماش قضيه لانه فما البعض توقف عند هذه النقطه. انت تعتبرها ما لا 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 ما وراهاش جوهر السياسه الانجليزيه. المهم ان رئيس الجمهوريه يوم اللي اعلن يوم 25 جويلية بعزل الحكومه القائمه قال انا ساعين رئيس حكومه جديد. فهمت هذا المهم، وهذا إلى حد اليوم ما تمش. خلينا نحوصل هذا أهم شيء، وبيان السبعة همت يشيرون إلى وعد رئيس الجمهورية مهما كان الشكل اللي اختاروه. إلى أي مدى يمكن أن يعني يحط في حسبانه هذا البيان السيد رئيس قيس سعيد؟ اعتقادي أن ضروري أن الدولة التونسية تأخذ هذا البيان مأخذ الجد، لأن هالدول السبعة هي اللي ترخص ولا ما ترخصش التسهيلات المالية اللي ترخص فيها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. ضبط. ومعناها الختام متاع البيان متاعهم يقول نحن متضامنين في ظل المبادئ المتقاسمة بيننا. تمام. إذا كان تقييمهم أننا القرارات التونسية تخرج عن هذه المبادئ، هما يأخذوا مسؤولياتهم ثنائيا وجماعيا في المؤسسات العالمية. هذا يلزم نفهمه بكل وضوح. والتخوف اللي أبدع عليه سي محمد الحصائري في طريقه، لأنهم هما ما قالوهاش باللغة الصريحة، لكن هما معناها القياديين في العالم نتاع الدول المصنعة واللي عندهم الأغلبية الثابتة في المؤسسات المالية العالمية اللي احنا اليوم راهينين لي. وما أحوجنا إليه سي محمد الخساري، رأيك في هذا البيان؟ أي أفاق بعد هذا البيان؟ لا، الأفاق ما زالت غامضة بعض شيء. يعني على كل حال نحن في انتظار المشروع خروج من هذا المنعطف السياسي. أي. والحقيقة أنا ما يخيفني هو ربما ليس فقط الجانب المالي والجانب الاقتصادي، لأن الضغوط الدول السبع يمكن أن تكتسي أشكال عديدة. ليس فقط الجانب الاقتصادي، هو الجانب الاقتصادي مهم جدا، ولكن أيضا هناك جوانب أخرى مربك جدا زيد، يعني ممكن أن نتعرض لها مثل ما تعرض إليها بلدان أخرى. أنت تحدثت عن لبنان مثلا. نعم. فلبنان ليس فقط الجانب الاقتصادي، هناك جملة من الإجراءات الإرباكات الداخلية الأخرى سياسية طبعاً. وطائفية. أنا باعتقادي أنه في تونس الكلام اللي قاله البيان لا يخرج عن اللي قاله الاتحاد العام التونسي للشغل، اللي قاله المجتمع المدني وبعض الأحزاب الحقيقة، وهذا اللي يقول فيه الشعب التونسي أنه احنا ننتظر وعندنا قلق. نعم عندنا قلق. أعتقد أنه رئيس الجمهورية عليه أنه اليوم إذا فما فتح ملفات يفتح الملفات، القضاء ياخذ مسار، ولكن احنا زاد في انتظار هذا اللي قلت عليه. سي محمد ما زلت عندك باش تضيف؟ أنا أعتقد أنه هناك نقطة لابد ربما من الإشارة إليها، قضية الحوار الشامل. البيان يتضمن هذه العبارة، حوار شامل.
هو الذي سيفضي إلى الإصلاحات المطلوبة شعبيا. صحيح. هذا مهم جدا. ثم النقطة الأخيرة التي جاءت في البيان ستارق يتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. يعني الشراكة المستمرة بين تونس وفي قلب العلاقات هي، وبالفعل لما استعملت كلمة قلب لأنه الرئيس جو بايدن في خطابه بعد أو يوم الانسحاب من أفغانستان وحادثة المطار إلى آخره يقول الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان يجب أن تكون في قلب السياسة الأمريكية وربما المجموعة السبعة أكيد. وليس في تخومها أو ليس في أطرافها. أي. يعني هي جوهر. محور لسانس. السياسة جوهر. المستقبلية. حبيت نرجع للنقطة، قلت أنت العلاقة إذا توترت بين مجموعة الدول السبع وأي بلد، وحسب ذكرت فاطمة الأوضاع اللبنانية، يعني تقول أنه الإرباك لن يكون اقتصاديا فحسب، أي إرباكات أخرى واردة؟ إرباكات سياسية، إرباكات في علاقاتنا العامة، يعني يمكن أن تكتسي أشكال عديدة، وهناك ربما استحقاقات هامة في قادمة في تونس قد تتأثر بما يمكن أن، خاصة هذا التوطيد للانتقال الديمقراطي طارق عمارة. إنصاف، ماذا سيحصل بالفعل؟ السيناريوهات المحتملة، ما فماش برشا سيناريوهات. اللي باش يصير في القريب العاجل هو دعوة الاستفتاء، وباش تصير انتخابات مبكرة، وباش نمروا من مرحلة 25 شويلي، هذا يطلب بها دول السبعة. لكن هذا المطلب اللي باش يصير، اعتقد انه رئيس الجمهورية سيذهب في هذا، صحيح طوال الفترة، لكن نذكروا انه الرئيس اقدم على اصلاحات في الجهاز، هذا مشروع الانتخابي، هذه افكاره من قبل قيس سعيد. معناه شو انصاف ما نساوش، هي تولت باش نبداو واضحين، تواليت وفما قلق داخلي وخارجي وطبيعي، والرئيس يدرك ذلك، الناس كل تدرك ذلك. ما ننساوش راهو الرئيس ادخل اصلاحات وتغييرات جذريه في الجهاز الامني في وضع حساس وحديث، عن نسمعوا في برشا حديث على الامور الامنيه، ماهوش بسهوله في يومين باش تقلب الصفحه وتتعدى. باش نبداو واضحين، فما حديث على محاوله اغتيال، فما عديد وزارات غيرها من الوزير، وزاره السياده، فما وزاره الماليه، هي وزاره السياده غيرها، ارباكات خارجيه زاده، فما عديد العوامل تخلي التاخير نسبيا مفهوم، نقول نسبيا خاطر طوالت. اعتقد ما سيحصل ليس لانه الدول السبعه طالبت به، لا، لانه هو مطلب جميع الجهات، والرئيس يعرف موقف اتحاد الشغل. موقف اتحاد الشغل قال نمشيو المرحلة، نمشيو لسيادة الشعب، نمشيو الاستفتاء، ولا العودة الوراء. دونك هذا موقف الجميع. أعتقد أنه الرئيس كيف سيتعامل مع ذلك، أي شكل، هل باش يعمل حوار يلم الناس الكل؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أنه استنتج الخلاصات، الرئيس حسب ما نعرفوه لا يحب لا حوارات ولا يمشي وجاي لحد شيء، يعرف الخلاصات الكل، يعرف موقف الاتحاد اللي هو اللاعب الرئيسي في الساحة السياسية قبل الأحزاب الكل. اتحاد الشغل أهم موقف وازن. اليوم فما قيادات في أحزاب معارضة تحب تمشي في التوجه هذا، فقط يجب المضي قدما بسرعة. هذا حسب رأيي. هذه السرعة، خلينا فيما تبقى من وقت في الدقائق القليلة المتبقية، سياسة تونس الخارجية تراها السي أحمد دونيس يجب أن تتغير بعد هذا المنعطف السياسي ل 25 جويلية؟ لا مش تتغير، أما تتوضح. تتوضح. ما يلزم نفهمه أن الدول السبعة عندهم تخوفات فيما يخص تونس أو غيره. التخوفات اثنين. أولا انهيار اقتصادي، بحيث النظام ينجم يلقى نفسه في حالة صعبة. اليوم يان بروبليم دو سيرفي، معناه نعيش تعسر اقتصادي، هذا تخوف عند السبعة. ثانيا أن الانتقال الديمقراطي يفشل في تونس، فتكون معناها كارثة مبدئية ورمزية. فما تعلق بمجموعة السبعة أن التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي والخيار الديمقراطي تنجح في التاريخ، مش تحت رئيس كذا ورئيس كذا وفي وقت، لا، مبدئيا
ثم تخوف فيما يخص جوهر الخيار الديمقراطي. وعلى هذا الأساس فإن مجموعة السبعة لأول مرة في التاريخ معنى استدعاه رئيس الجمهورية التونسية باجي قايد السبسي مرة أولى ومرة ثانية. باجي قايد السبسي مرتين شارك في مجموعة السبعة، واليوم مجموعة السبعة يلقيوا معناها يطلقوا إنذار. الإنذار الأول باسم مجموعة السبعة، لكن الإنذارات سبقت على لسان مدير فريد بالحال اللي جاب اسم معناها البنك العالمي، وثانيا نائبه في تونس اللي انتهت مهمته بعد 4 سنوات في جوان الماضي 3 مرات يلقي إنذار، في ندوة صحفية في نوفمبر 2019، ندوة صحفية في نوفمبر 2020، وفي توديع وخطاب جوان 2021 يلقي إنذار ويعين بالذات معنى المشاريع اللي وقع تمويلها والأرقام معناها متاع التمويلات البنك المركزي، واللي الإدارة التونسية ما استعملتهاش من أجل معناها اضطرابات إجرائية، معنى الإجراءات في الإدارة التونسية تجعل من الأموال المرصودة لحالها ما استعملتهاش وهي تطالب بأموال جديدة. هالخور هدايا إنذار، واليوم الإنذار متشدد. تمنيت أنه نحكيه في السياسة الخارجية الجديدة لتونس ما بعد 2021، ما بعد 25 جويلية 2021، الوقت يداهمنا. النقطة بركة، تحس أنه ندوة السفراء القادمة سي محمد الخصيري ستكون يعني فيها نقلة نوعية حتى نقول كلمة أخرى؟ إذا انعقدت لابد أن يجب أن تكون فيها نقلة، يعني لأنه كل شيء أعتقد يحتاج إلى تجديد بعد 25 جويلية، ومن ذلك سياسة الخارجية التونسية. شكرا لك سيد أحمد ونيس، شكرا لك سي محمد الخصيري، طارق عمارة. يكون هناك جديد رواه. توضيح صغير إنصاف، الإصلاحات الدستورية والإصلاحات السياسية وكل هذه مش هدف في حد ذاته. إذا اليوم الوضع الاقتصادي والاجتماعي ما يتحسنش اليوم مش هدف في حد ذاته، الهدف هو النهوض بالأوضاع الاجتماعية للناس بالضبط. للبسيطة وللمواطنين والناس العاديين، طبعا مع المحافظة على مكاسب ثورة 2011 الديمقراطية أساسا، لأنه أي تراجع عنها هو انتكاسة حقيقية، وهذا يجب نحطوه بين معقفين. وللدولة لمدة 10 سنوات لم تؤتمن على ذلك. الوقت سامحوني. لم تؤتمن على ذلك، لأنه كيف تشوف البنك العالمي يفرق في المساعدات ويدوا العليا على الدولة التونسية، يعني الدولة التونسية نون كريديب. حبيت أن نختم بهذا الخبر. الرئيس قيس سعيد يعلن لوزير الخارجية اليوناني أن المسار السياسي في تونس سيتواصل وفق إرادة الشعب. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، شكرا لاختياركم الوطنية الأولى. نلتقي غدا في نفس التوقيت في نفس الموعد على نفس القناة بداية من 6 مساء. إلى اللقاء.